فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المؤلف رحمه الله تعالى قد قال هذه العبارة قبل قليل: فإن الذي تدعوه في كل مكان مع كل إنسان، وقد أشكلت علي في كل مكان. يقول معه، والمعية عامة يا أخي، المعية عامة وخاصة. إن الله مع المتقين مع المحسنين، يعني يمشي معهم، لا يعني بإحاطته وعلمه ونصره وتأييده، فهو مع المتقين معية خاصة، معناها النصر والتأييد والحفظ والرعاية، ومع جميع الناس بمعنى أنه محيط بهم ويعلم ما هم عليه، فهو معهم سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا، فهو مع عباده كلهم، كافرهم ومؤمنهم، معية عامة، يعلم ما يعملون، وهو مع عباده المتقين معية خاصة. إنني معكما أسمع وأرى، هل معنى ذلك إن الله ذهب مع موسى وهارون ووقف على فرعون معهما؟ لا، معناه إنه معهم بعلمه وإحاطته ونصره وتأييده. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه في الغار: لا تحزن، إن الله معنا. هل معنى ذلك أن الله معهم في الغار؟ لا، أنه معهم بنصره وتأييده وعلمه وإحاطته. نعم.